هلا خلينا نطلع على انواع الفلترز. في عندي طبعا لو باس، لو باس رمزنا له بالرمز هذا او رسمنا الرسمه هذه. عندنا طبعا هاي باس، في بعض احيان بدي اتخلص انا من لو فريكونسيز، يعني الهاي باس راح يكون بالفرق هاي مرة الفريكونسيز الهاير فريكونسيز يمررها بشكل عادي ويعمل اتنيويشن للو فريكونسيز. هلا عندي كمان في باند باس، هلا الباند باس راح يمرر راح يعمل اتنيويشن لبعض الفريكونسيز، يمرر الفريكونسيز وبعدين يعمل اتنيويشن لبعض الفريكونسيز. وبعدين عندي باند ستوب، عمالي بحاول اعمل اتنيويشن للفريكونسيز هون بهذا الشكل. هلا لاحظوا ان انا بقدر ابني بقدر ابني باند باس من لو باس وهاي باس واحطهم ان سيريز، فبقدر احط لو باس فلتر وهاي باس فلتر ان سيريز، وطبعا بدهم يكونوا. هلا هون بدي انتبه بدها تكون طبعا الفريكونسي تبعت الهاي باس اقل من الفريكونسي تبعت لو باس، والا ما ضلش عندي باند، فبده يكون باند. فهاي اللو باس راح تكون F1 والهاي باس مثلا راح تكون F0، وراح تكون طبعا F1 اكبر من F0، راح يكونوا هون ان سيريز. راح يصير عندي هذه F1 وهاي F، هذول راح احطهم من سيريز فراح يعطوني هذا، راح يتحول الى باند باس فلتر. اذا عندي باند ستوب بقدر ابني باند ستوب كمان من لو باس وهاي باس، بس بدي احطهم ان بارلل. دكتور ليش F1 اكبر من F0؟ هلا لازم F1 تكون F اكبر من F0، لانه شوف تطلع هون، يعني انا لازم هاي تكون بعد هاي مزبوط. هي صار عندي الباند من هون، اذا عكستهم مش راح يمر شيء عندي، صفي باند ستوب بصير باند ستوب. لا ما هو المشكله بمنعهم الاثنين يمروا. يعني لاحظ انت هون، شوف هلا هون لما مررت هدول في اللو باس مين اللي مر عندي؟ كل هدول مزبوط، اللي هي من افرض من زيرو او ماينس انفينيتي لحد سميتها هذه اف 1 مزبوط. هدول اللي نفذوا، هذول نفذوا مره ووصلوا على الهاي باس. لما وصلوا على الهاي باس مين هو بيحاول يمنع منهم؟ هذا ونازل مزبوط. مين اللي يقدروا يمروا من التنين؟ الكومن بين هاي اللي مزبوط الفتره هاي. هلا لو هاي نزلت تحت ما حدش راح يمر مزبوط، اللي راح يمروا من الاول مش راح يقدروا يمروا من الثاني، فلازم يكونوا هذول ان سيريز وتكون اف 1 اكبر من اف 0. هلا بالعكس بصير عندي في الباند ستوب، في الباند ستوب راح يصير عندي هذا الهاي باس راح اسميه اذا بدك سميه اف اف نوت، وهذا سميه اف 1 هون، وراح يصير عندي هلا هذول الاثنين ان بارلل. هاي اللو باس، وانا اللو باس حطيت له اف 1 كمان، عفوا اف نوت اف نوت، والهاي باس راح احط له اف 1، وبعدين هذول بدي احطهم بهذا الشكل، بدي اجمعهم. هلا اطلع هون، هون عندي ضروري احطهم ان بارلل ولا مش راح يمر شيء. هلا لما بنيجي بنحط هلا مين السيجنالز اللي بتمر؟ اف 1 اللي بتمر في لو باس فلتر، اي شيء اقل من اف 1 مزبوط من هون، هدول كل اللي موجودين هون بمروا عندي من، عفوا هدول اللي بمروا من اللو باس فلتر، هدول بمروا من الهاي باس فلتر. مين اللي بيقدرش يمر من اي واحد من الاثنين؟ هدول. هذا مررته من اللو باس فلتر، ما في حاجه امرره على الهاي باس فلتر، مروا هدول ومشوا من هناك. بس هدول اللي مش راح يلاقوا، لا راح يقدروا يمروا من هون ولا راح يقدروا يمروا من هون، الفريكونسيز ان بتوين. فهيك عملت لهم باند ستوب، اذا هدول ان بارلل، هذا راح يصير عندي باند ستوب فلتر. واللي طبقته بال 3 دي بي بطبقه بنفس الطريقه هون. نعم مش في اول باس فلتر بس بيعمل موديليشن على الفيز؟
تمام والله مو ممكن انا ما بعرف يعني كلامك كويس انا ما بعرف ممكن بغير الفيز بس ما بغير الماجنتيود تمام ممتاز 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 انا ما يعني ما ادخل فيها هون بس جيد وين تطبيقاتها هاي بالكوميونيكيشن